يخفي إدمون رزق أحد صانعي اتفاق الطائف غضبه بل يأسه مما تعيشه البلاد. يقول حرفيا: البلد أشبه بمستشفى أمراض مستعصية ولا وجود لطبيب. فبعد 29 عاما على اتفاق الطائف الذي يعتبر المرجعية الأولى التي يستند إليه اللبنانيون كمرجع نهائي يستمدون منه وفاقهم وسلمهم الأهلي بعد الحرب الأهلية، تبدو البلاد على شفير الانهيار على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والمؤسساتية، وباتت مواد الدستور خاضعة للسجلات والمطالعات الدستورية المختلفة. لم يطبق لا نصا ولا روحا. روح الطائف هي عهد الحياة معا اللبنانية، انه ما بدهم لا تقسيم ولا انفصال ولا التحاق بحدا، يكونوا مع بعضهم، وعقد شراكة بالمسؤولية لبناء دولة تبدأ ببسط سيادتها على كل أراضيها بقواها الذاتية، وعدم وجود أي جيب، يعني ميليشيات تنظيمات مسلحة لبنانية أو غير لبنانية ممنوعة، وحصرية سلاح بيد الدولة، والمرجعية الحقيقية الوحيدة المسؤولة بأعلى الهرم هي الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس النواب للتشريع والسلطة التنفيذية اللي انتقلت إلى مجلس الوزراء. بكل أسف صارت مجلس الوزراء كناية عن امتاريس ومجلس النواب كناية عن بزارات. يحرص رزق على التذكير بالمادة 95 من الدستور التي تنص على أن على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية. وحرصه هذا لا يأتي من العدم. تطبيق المادة 95 من الدستور اللي كان مفترض أن يبدأ تطبيقها بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية تمهيدا لإلغاء الطائفية السياسية سنة 92، يعني هي 26 سنة من الانتظار والمراوحة والتقاتل على الحصد. هيدا اتفاق الطائف اتفاق الشراكة في المسؤولية وليس المحاصصة. قبل 29 سنة أنجز اللبنانيون وثيقة تقدمية عنوانها الالتقاء والشراكة بعيدا عن الحصص والمحاصصة والاستنسابية في قراءة الدستور. بعد 29 سنة لم ينجز اللبنانيون أي تقدم على هذا الصعيد، بل يمكن القول إن نظرتنا للبلد والحكم والشراكة عادت إلى الوراء سنوات وسنوات.